مساء الخير على الساده المشاهدين وحلقه جديده من برنامج الحياه وما فيها. طبعا حلقتنا هتكون مميزه ومختلفه جدا لان هيكون معايا فنانين جمال من الزمن الجميل، طبعا تركوا بصمه في قلوب كل المصريين والوطن العربي. في البدايه احب ارحب بزميلتي استاذه رند. اهلا بك يا استاذه رند. اهلا بك يا استاذ ايمن، واهلا بكل متابعي ومستمعي برنامج الحياه وما فيها على قناه الصحه والجمال. تمام، في البدايه بقى احب ارحب بقى بضيوفنا الجمال، الفنان شوقي المغازي. اهلا وسهلا. اهلا بيك. والفنان مجدي شاكر. اهلا بيك. اهلا بيك، نورتنا وشرفتنا في برنامج الحياه وما فيها. اجمل ما في الحياه ان في ناس زيكم وفي برنامج جميل دايما بيدعو للتفاؤل والنجاح والاصرار والعزيمه، لان الحياه اجمل ما فيها هو الحب، وانتوا يعني بتقدموا حاجه كده جميله، يعني تدعو للحب والتفاؤل والنجاح. ربنا يحفظك ويبارك فيك يا فنان، نورتنا وشرفتنا. الله يخليك. في البدايه بقى هنبدا بحضرتك يا فنان. تمام. اهلا وسهلا. عايزين بقى نعرف من هو الفنان شوقي المغازي، الفنان الانسان. والله هو الفنان شوقي المغازي نبذه بقى للجيل الجديد. هو الفنان شوقي المغازي. لا، هو انا عايز اقول لحضرتك حاجه، هو الفنان يعني زي الاعلامي، زي يعني انسان ما يعني قدره وفكره وطريقه بيسمح له بان يمتهن الفن، اذا كان مطرب، اذا كان ممثل، اذا كان كاتب، اذا كان. فانا يعني كانسان من طفولتي يعني محدد هدفي من الابتدائي ان انا حبيت الفن من خلال، يا جماعه عايز اقول، من خلال الفن الراقي الجميل اللي احنا اتربينا عليه، الفن اللي كان دايما يدعو للخير والحق والجمال. فده اللي خلانا نتعلق بالفن. طب بسأل نفسي سؤال، لو انا في الايام دي طلعت في طفولتي كده وشفت ما يقدم من موسيقى وغناء ودراما وحاجات زي كده، كنت اتعلق بالفن؟ احنا اتربينا واحنا اطفال على فن جميل، فن شيق، فن حببنا في الفنان، كنا بنحسهم ان هم نص آلهة، حاجه كده يعني الفنان ده لان بيقدم حاجه جميله. فخدتها بقى من ابتدائي، اعدادي، ثانوي، وقبل ما اخلص الجامعه كنت في التلفزيون معتمد، اذاعه، بعدين طبعا تلفزيون. حضرتك انت ايقونه الفن. ربنا يخليك. وتجارب فنيه بقى في الدراما وفي مسلسلات الاطفال، وبعدين مسلسلات كبار مع كثير من المخرجين، كثير من الكتاب، كثير من التجارب، والحمد لله يعني الى الان بنجتهد مع ان الساحه اتغيرت والدنيا اتغيرت وما زلنا مستمرين. نورتنا يا استاذ شوقي. بما ان الفن هو لغه المشاعر والافكار ولغه الروح والابداع، وكمان الفن هو نوع من انواع الثقافه، ثقافه بصريه ادبيه ومسرحيه. فلو رجعنا بالزمن كده لورا هنلاقي ان الفن كان معروف من قبل التاريخ وظهر اكتر في الحضاره الاغريقيه، عشان كان الفنان بيجمع كل الفنون في عمل واحد، الرقص والموسيقى والغنى، وفعلا الدراما الاغريقيه نجحت في الموضوع ده. ودلوقتي السينما بتقوم بالعمل ده، السينما جمعت كل الفنون في عمل واحد وفي مكان واحد. الفنان الكبير والقدير شوقي المغازي، بما انك ايقونه الفن، عاوزين نعرف ان المدرسه هي كان ليها دور كبير في حبك للفن، قول لنا كده المسرح المدرسي كان دوره ايه في حياتك؟ سؤال جميل جدا وبشكرك عليه، لان نفسي اوصل رساله لكل اللي بيسمعونا دلوقتي. المسرح المدرسي هو اساس، هو الاساس لانشاء او لايجاد المواهب عند الصغار. وكما قيل النقش في الصغر، التعليم في الصغر كالنقش على الحجر. فالطفل لو طلع على يعني على حب دراما، على حب فن، على حب مزيكا، على حب كتابه، بتنمو عنده في مراحل الدراسه، بيبقى احنا بنشكل وجدان وفكر وثقافه الطفل. وده اسمحوا لي بينقصنا الايام دي الى حد ما، وفي بعض الانشطه، ولكن مش زي الشكل اللي احنا تربينا عليه وحبينا بيه الفن. فمهم قوي المسرح المدرسي، مهم قوي قصور الثقافه المنتشره، مهم قوي ان نهتم بالطفل في ودرامة الطفل بقى. يعني ده جانب تاني هنتكلم فيه، بس درامة الطفل مهمه جدا عشان تنشئه والوعي الثقافي والفني والوجداني عند الطفل. بالظبط. طبعا بقى نرجع للفنان الجميل الفنان مجدي شاكر. طبعا يا فنان احنا اتكلمنا عن في الحلقه السابقه عن بعض الاعمال، اتكلمنا بقى عن اخر اعمالك. اخر اعمالي كان مسلسل مأمون وشركائه،
مع الزعيم عبد الإمام والفنانة القديرة لبلبة والفنان القدير مصطفى فهمي والفنانة شيرين، وطبعا كان المخرج الجميل رامي إمام. وكنت بعمل شخصية سلمان السفرجي، كنت شغال عند الأستاذ الفنان مصطفى فهمي والفنانة شيرين، وكنا بنستضيف الفنان يجي ياكل عندنا بقى. الفنان القدير والكبير مجدي شاكر، احنا كلنا بنتابع فنانين كتير جدا، في فنان بنحب تمثيله وفي فنان بيسيب بصمه في حياه وفي كل بيت مصري. انت بالرغم من بدايه مشوارك في الادوار الثانويه الصغيره، لكن عرفت تحط بصمه في كل بيت جوه كل واحد فينا. ابتديت بقى بالاعلانات، عاوزين نشوف ونتكلم عن فتره الاعلانات في حياه مجدي شاكر. وبدات باعلان كان الو السحري وبر حضرتك، وبعد كده عملت اعلان ميناتيل بتاع حماتي، وعملت اعلان الشواحه ان هو بيتكلم عن الشوايه. وعملت فاميلي لو عن البنك وبتاع، وعملت جبنه فانتا. واخر اعلان عملته كان بيتكلم على القناه سينما، كان لسه ما انشاتش، كنت جوز فوزيه. حلوة قوي. طب هو الاعلانات اثرت في حياه مجدي شاكر ازاي؟ مع الناس، سابت بصمه مع الناس. كنت بمشي في الشارع وكان يقولوا لي حلو الاعلان ده، حلو ده، فدي كانت بتفرحني يعني حاجه عملتها وسابت. طب احنا معانا صوره على الشاشه، كلمنا فنان ده كان في مسلسل ايه او فيلم ايه؟ ده مسلسل جائزه نوفل، وكان مع المخرج الجميل عمرو عبدين. وكان اللي واخد الجائزه كان الفنان الدكتور عزت ابو عوف الله يرحمه. انا تعبت في الصراحه في المسلسل دوت، قعدت بتاع اسبوع مش ما قمتش من خرجتش من الاوضه. ليه؟ كنا بعمله وبيتهجموا عليه الناس، ياخدوا الجرايد وفبقى على الارض، كان على الاسفلت وقبل حضرتك. بس سبت فيه يعني بصمه حلوه، حتى عجبت ضفتها في عجبت طبعا انت كل اعمالك جميله يا عم مجدي طبعا، فبياخدوا الجرايد وما حدش اداني فلوس، الناس جريوا. فرحت جبت حته من عندي كده جميله. اتخرب بيتك يا ابو الانبياء، عجبت مين؟ الاستاذ عمرو عبدين بصراحه. كل اعمالك جميله، الله يخليك. نرجع بقى للفنان شوقي المهيزي. طبعا يا فنان انت شاركت في مسلسل ابو ضحكه جنان مع الفنان العظيم اشرف عبد الباقي. عايزين بقى نتكلم عن الدور ده والكواليس شويه. هو الحقيقه هي تجربه جميله بالنسبه ليا، وانا بعتز بيها جدا. مع مخرج كبير قوي استاذ في معهد السينما، وانا شخصيا بحبه قوي، المخرج محمد عبد العزيز، وفنان كوميديان كبير قوي يعمل اسماعيل ياسين، وبعدين يرشحه شوقي ان يعمل فريد الاطرش. فكان ده تحدي بالنسبه ليا، فقعدت فعلا درست الشخصيه والدور واستعديت قوي والحمد لله. وكانت مفاجاه ليا انا كمان لما عملت اول مشهد، فان كلهم احسنوا يعني استحسنوا قوي، ويعني واشادوا وشجعوني جدا، واللي يقوم يبوسني واللي يسلم عليا وانتوا يعني. فالحمد لله كانت تجربه حلوه قوي، لان فريد علامه من العلامات اللي الناس كلها حافظاها. فازاي ان انت تطلع تقدم فريد بشكل يعني اكيد الناس هيبان يعني المشهد موجود على الشاشه يعني. مشهد زي ده، واعتقد ان ده اول مشهد كان في قبل كده في مشاهد وبعد كده في مشاهد. وكان مع الاستاذ صلاح عبد الله والاستاذ اشرف عبد الغفور اشرف عبد الباقي، وطبعا يعني كانت بالنسبه ليا كانت البدايه يعني. طبعا كل حضرتك تكلمنا عن دور دكتور سمير سيف، قال لي تعالى، قلت له ايه يا دكتور؟ قال لي الفنانة يسرى عاوزة تشوف اللي جاي يخطبها. فقاعدين بقى مع بعض، هي لذيذة بقى، قلت بقى انت بقى اللي جاي تخطبني؟ قلت لها ايوه، واجع عينك من فوق. فكانت لذيذة. فانا باجي بقى برن الجرس، فبتفتح لي الفنانة يسرى، مين؟ بقول بقدم لها نفسي، انا الدكتور مدحت. ماما انت تعبانة يا ماما؟ قالت لها لا انا مش تعبانة، ده اخو خديجة جارتنا. قلت لها ففهمت بقى. فانا بقى بتفضل واقعد بقى، وانا قاعد بقى ببص لها بقى بشوف العروسة من فوق لتحت. فتجربة لذيذة. والدكتور سمير سيف الله يرحمه انسان جميل بصراحة، الله يرحمه. قول لي يا استاذ شوقي، اكيد في بداية مشوارك الفني تمام حصل معاك مواقف ايجابية ومواقف سلبية، كلمني عن موقف ايجابي وموقف سلبي.
هو سؤال صعب. هو مش موقف دائما يعني اي انسان عنده امل او عنده تارجت معين عايز يحققه في حياته ودي للشباب يعني ما لا تحسبن المجد تمرا انت اكله لن تبلغن المجد حتى طلعك الصبر. فانت كده كده هتقابل صعاب، هتقابل ناس تشجع وناس تهدم، لا اقوى. وانا بحيي الصحه والجمال على تقديم مواهب اعلاميه جميله يعني في مقتبل العمر وبسم الله ما شاء الله عاملين حاله جميله. فانا بالنسبه ليا قابلت يعني خدتها بقى من يعني من بدايه 1 2 3 4 من اعتماد اذاعه، اعتماد تلفزيون، برامج اطفال، واحده 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 واحده، ولكن بمجهود فردي بفضل الله عز وجل كلما قدمت عمل طلبني الاخر لعمل اخر. لكن في مواقف طبعا في ناس ما كانتش بتشجع خالص، يعني كنت مثلا اجي في بعض المواقف وشخصيات يعني ما افتكر مره ان انا دخلت على احدهم وعايز بس يعني في سنكم كده يعني اقول له يعني انا عايز يعني نصيحتك او انا مش جاي اتسول، ف يعني قابلني مقابله مش حلوه قوي خالص. فلا طب ليه؟ انا مش طالب منك حاجه ولا جاي اقول لك عايز اشتغل كمان، ده انا بقول لك في مقتبل العمر اول ما تعينت لسه، اول ما اشتغلت لسه في التلفزيون فطلعت من المسرح عنده حزين جدا. هو ده الفنان اللي انا بحترمه وبيقدم في الشاشه شكل. فبعد كده تمر الايام واشتغلت وربنا اكرمني وبقيت اطلب وانا قاعد في البيت بدون اي ساعه الايام والسنين. تمر الايام والسنين ويطلبني مخرج كبير في تصوير في لوكيشن انقاذ لموقف حد ما جاش، واروح بعربيتي واقعد هناك ويقابلني نفس الشخص كمنتج للعمل. بس اصحابي بقى اللي كان يعني سبحان الله سبحان من مغير الاحوال يبص لي وبص له وربنا يقدر ان انا يعني يرجع لي احساسي وكرامتي واللي انا افتقدته. ففعلا في ايجابيات وفي سلبيات، ولكن رساله لكل شاب لا تفقد الامل، خليك عندك اصرار مهما حد شجعك مهما حد احبطك، لا كمل. وطول ما انت ماشي لحد دلوقتي في ناس كده وفي ناس والدنيا هي دي وهو ده الحياه، مش اللي اسمها الحياه وما فيها. فالحياه وما فيها فيها دي وفيها دي. واسمحوا لي بقى دعوه للتفاؤل عشان نكسر الحياه وما فيها، دعوه للتفاؤل للي بيسمعونا. وصديقي مجدي يعني من الناس برضو اللي معايا من زمان، تعالوا كلنا نشارك حاجة كده، مع اني شايف مشهد تاني بقى مع أشرف زكي مشهد كان رئيس مباحث ده يحيى العدل كانت ميرفت أمين ومصطفى فهمي وأشرف زكي، وكان من ضمن الحاجات كان إخراج الأستاذ يعني أستاذنا الكبير استاذ محمد برضو. فمن ضمن الحاجات الجميله قوي يعني محمد عبد العزيز طبعا. فمن ضمن الحاجات اصل انا كنت هقول فقره ثانيه في الفقره دي فانا هفاجئ الكل بقى بايه، ان الحياه وما فيها تيجي نقدم حاجه جميله للتفاؤل بما فيها. يلا بينا يلا بينا هتقولوا معايا يلا بينا يلا. الجمال ده ربنا دعوه للتفاؤل والحياه وما فيها فكرتنا بالزمن الجميل. بنحاول نوجد، انا شخصيا بحاول اوجد يعني اعاده التراث واحياء التراث ومحافظه على الاغاني والذوق ده في اللي بقدمه بالنسبه لغيرنا يعني. طبعا فناني الكبير والقدير مجدي شاكر، الفن هو المراية اللي بتعكس المشاعر والأحاسيس وبتعكس نبض الشارع وبتوضح لنا الثقافة والتاريخ. نعم. عايزين حضرتك تقول لنا إزاي نقدر نكسر رهبة الخوف قدام الكاميرا، وإزاي نقدر ندخل ونتقمص الشخصية ونخرج من الشخصية علشان نقدر نعيش في حياتنا الطبيعية. أول حاجة الواحد عشان يلبس الشخصية لازم ياخد الشخصية دي ويلبسها يعيشها ويحب الكاميرا ويشيل الرغبة، لأن الإنسان لو حط الخوف هو بيصور مش هيعمل الشخصية، يتجاهل أي حاجة جنبه وبيأدي عمل، لازم يلبس الشخصية ذات نفسها والكاميرا دي
اهم شيء حب الكاميرا. لو حبيت الكاميرا وحبيت الشخصيه اللي انت هتعمليها هتاديها بنجاح. حلو جدا. فرساله لاي شاب، اهم شيء هيبدا صح يبدا من معهد التمثيل، تاني حاجه يكون حابب الكاميرا، ثالث حاجه احترامه للشخصيه وللعمل. طبعا يروح قبل ميعاده، مش انك تروح متاخر يقول لك ان احنا مستنيينك ده انت نجم، لا. الفنان الكبير والقدير شوقي المغازي، هنخرج بقى من شوقي المغازي الفنان وهندخل لشوقي المغازي الكاتب، كاتب السيناريست الكبير، وكان المخرج محمد عبد العزيز ليه دور في كده. عايزين حضرتك تقول لنا كم عمل قدمته ككاتب سيناريو، وهل في اعمال جديده هنشوفها على الشاشه، وهل الكتابه اثرت على مشوارك الفني؟ اولا انا بشكرك على المقدمه الحلوه دي، وانا لا كاتب كبير ولا حاجه، انا مجرد فنان بجتهد ما بين التمثيل وما بين الكتابه وما بين الغناء بما ان عدو موسيقيين. ولكن الكتابة خدت مرحلة في حياتي، يعني جت معايا باي لك برضو، يعني في حكمة بتقول اكتشف نفسك بنفسك. فأنا وأنا بمثل بقيت أصلح النصوص، الحمد لله ما عملت يعني شوية حاجات، وبعدين ابتديت أكتب، وبعدين عملت مشروع كبير فخدت رأي مخرج كبير قال لي لا ده يتقدم واكتب اسم، فكانت مفاجأة ليا، اكتب اسمي عليه كمخرج كبير وقدمه قطاع الإنتاج في الرقابة وتوافق عليه واعمل 30 حلقه وتوافق، ازاي انت كده؟ فاكتشفت نفسي بنفسي من خلال الكتابه، عملت مسلسل، عملت اثنين، عملت ثلاثه، عملت حلقات صغيره، عملت سيت كوم، عملت حاجات زي كده، خدت بال حضرتك في مرحله ما قبل وايام الثوره وايام 2011 وشويه دول. ولكن الكتابه يعني اثرت معايا كفنان، يعني عايزه وقت ومجهود وتركيز، فبعدتني شويه عن ما كنت أقدم من أعمال فنية كممثل. فالناس شافتني بقى، بعض الناس والمنتجين والمساعدين الإخراج والمخرجين شافتني، ده يعني ده بدأ هو اللي يجيب مخرجين ويقعد مع منتجين، فبعدت شوية عن عملية اللي إيه. لكن بالنسبة للكتابة ما زالت جوايا، وما زلت أحتفظ ببعض الأعمال التي لم تنفذ إلى الآن، أعمال 30 حلقة وأعمال 15 حلقة وأعمال، ومنتظر طبعا عشان الساحة والخريطة الإنتاج اتغيرت بعد طبعا ما التلفزيون وقطاع الإنتاج وصوت القاهرة ما عادوش بينتجوا، إحنا بصدد جهة واحدة بس. طبعا كل التوفيق وإن شاء الله يعني يكون في خطوات جاية بالنسبة للكتابة، ويبقى وفي أعمال كتابية هنشوفها على الشاشة. أتمنى ذلك. هو موجود أوريدي، موجود واخدة رقابة واخدة كل حاجة إن شاء الله. خدت بال حضرتك؟ كانوا يقولوا لي يعني كانوا يقولوا لي أنت يعني أبو بالين كدبوا بثلاثة، قلت لهم يا جماعة أنا لم أسعى إلى ذلك، ولكن يعني ما سعيتش لده، ولكن هي جت معايا في طريقي وبتكمل بعضها، زي حتة الغناء اللي أنا كنت مهملها شوية واهتميت بيها مع نادو موسيقيين. إن شاء الله يا أمدية ترجع تاني يا فنان بإذن الله. يا رب السنة الجاية دي وسنتنا دي تبقى كلها إن شاء الله حياة كلها تفاؤل إن شاء الله. طبعًا الفنان مجدي شاكر، طبعًا الحس الفني ما بقاش زي زمان، كلمنا عن الاختلاف شوية. الاختلاف ما بقاش يختاروا الحياة من الواقع للأسف. الدراما دلوقتي زي ما انت شايف في التلفزيون بيجيبوا شطبات فجأة، ناس تضرب، ناس تعمل، وده بيخلي عن إحباط عند الطفل وبيبقى خايف. ما بقاش رسالة. فياريت الفن يرجع رسالة زي الأول. ما هو الفن إيه؟ رسالة من المجتمع، من الحاجه اللي عايشينها ذات نفسها، من الواقع. ما بقاش دلوقتي ان شاء الله صوتك يبقى مسموع في برنامج الحياه وما فيها، وفعلا نكون وجهنا رساله بقيمه الفن، وان شاء الله نقدر نشوف مسلسلات وكل حاجه جميله. عشان عايز اقول حاجه للاستاذ ايمن، طول ما انت ناجح هتلاقي ناس بتكسر مقاديفك، ما تبصش ليهم خالص باذن الله. فنان عايزين بقى نصيحه فنان قبل ما نختم الحلقه. هنكتب بسرعة كده؟ لا تخدنا. لا ده مش شوية. احنا محتاجين حلقتين في ثلاثة. طبعا انت تنورني تاني. لأن انتوا حد جميل، والبرنامج ده دعوة جميلة جدا للحياة وما فيها. وعلى فكرة الحياة وما فيها دي مش حاجة شوية.
ده عايزه شويات وشويات وشويات، والبرنامج ده مدته تطول. فعايز حضرتك يعني ايه بقى السؤال ايه؟ نصيحه كده. نصيحه لايه؟ رساله دعم للشباب. لا، هو الرساله كل ناجح، كل ناجح لابد ان يجد من يساعده ومن يعيقه، يعيقه انجاز القول يعني. فعشان كده كل شاب عنده امل رابط عليه، صابر عليه، قاتل عليه، واصبر، ودايما خلي عندك فنان اعلامي اعلاميه. ان لم يكن للاعلام دور هادف حق خير جمال فليس له دور. ان لم يكن للفنان المطرب والممثل والكاتب دور مهم جدا لتقويه ويعني والوعي يعني دور توعوي زي ما بيقولوا، الكلام يكثر، ولكن لازم يبقى ليه دور. ان لم يكن له ذلك فليس هناك فن. طبعا. شكرا يا فنان. فدي بقدر المستطاع علشان وقت الحلقه. شكرا لحضرتك، انت نورتنا وشرفتنا، وانت ربنا يخليك. والفنان شوقي الموازي نورتنا وشرفتنا. ونجاح نجاح ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله تنورنا باذن الله. ان شاء الله يسعدك يا استاذ رندا. اعزائي المشاهدين، وبكده انتهت حلقتنا، واستنونا في حلقه جديده من برنامج الحياه وما فيها، واشوفكم على خير.